السلام عليكم. هسه راح نشرح فيديو خاص بالسلوب ديفليكشن ميثود حل أسئلة سنوات. يفضل ما تحضر الفيديو قبل ما تدرس السلوب ديفليكشن، يعني إن شاء الله راح نشرح السلوب ديفليكشن وراح يكون في شرح السلوب ديفليكشن، بتحضره وبعدين بتحضر السنوات. إذا كنت أنت دارس السلوب ديفليكشن سابقا أو عندك خلفية عنها أو أنه دارس شرح دكتور وشايفه كافي، فوت على السنوات مباشرة. هسه قبل ما نفوت على السنوات، بس قبل ما نبلش يعني أنا بدي أراجعك بس مراجعة بسيطة لهذول الشغلات، لأنه كل الأسئلة بنسبة 50% أسئلة على هذول، فأنا أحسن ما نظل نرجع هذا نحل. فلما أشوف أنا عندي simply supported beam زي هيك، يعني بين وبين أو منبر، يعني كيف يعني منبر؟ يعني كان عندي beam هيك، قال لي مثلا هاي، قال لي هاي بين، مثلا هاي بين، هاي رولر، هاي بين، تمام. هسه بكل بساطة طلب مني إشي اسمه fixed end moment، وإحنا عارفين شو fixed end moment. يعني أنا بقول لك هذا حل سنوات، يعني أنت دارس slow deflection لهذا المنبر، فبعمل المنبر fixed to fixed، بأخذ على جانب زي الشكل اللي هون وبحل. فأنا بس تنتبه إنه إذا كان عندي load موزع، فالfixed end moment هو على اليسار بيكون سالب WL تربيع 12، والفيكست مومنت من اليمين دبليو ال تربيع 12 سالب، يعني انه مع عقارب الساعه، انه عكس عقارب الساعه، يعني الرياكشن هيك هنا موجب، يعني الرياكشن مع عقارب الساعه. طيب افرض اللود للاعلى، افرض اللود للاعلى، اذا اللود للاعلى انت راح تعكس الاشارات، فبتصير انه هاي موجب وبتصير هاي سالب، تمام. لان دائما بهاي الماده مع عقارب الساعة موجب وعكس عقارب الساعة سالب. فأنت دائما لما يكون عندي لود موزع يطلب مني fixed moment، فهو W ألتر بي 12 سالب وموجب حسب الإشارة. لو كان عندي لود مركز في المنتصف بيكون بي ألعى 8. لو كان عندي لود مركز ولكن مش بالمنتصف على مسافة A و B، فبيكون من هاي الجهة بيكون B A B تربيع التربيع، ومن هاي الجهة B A تربيع B التربيع. طيب لو فرضنا أنه جاب لنا سؤال دامج بين حالتين كالتالي: fixed انا فرضا عندي طلع معي fixed، يعني كان عندي مثلا لود بالنص وبنفس الوقت لود مستطيل، بنفس الوقت لود مستطيل، فبالتالي بحسب، بحكي مثلا المومنت اللي هون هو سالب W ال تربيع 12 سالب B ال 8، تمام. فهاي تركات الماده، يزيد لي لود يزيد لي 10 ما لي دخل، المهم اني اكون عارف اطلع الفيكس اند مومنت. اول خطوه مهمه هي بحل الاسئله هي الفيكس اند مومنت، هاي اول شغله. ثاني شغله بدي اراجعها اللي هي لو كان عندي كانتيليفر كالتالي، كان عندي هيك فيكست مثلا ورولر او بن ما ادري فيها، وعندي هون كانتيليفر زي هيك، تكذا بصور وحكي عليه مثلا هاي ال وهاي دبليو، وقال لي اوجد المومنت هون، المومنت عند البي. بس هون بدي احل على السب ديفليكشن، بقول لك لا، انت بتقطع عند الهاي عند الكانتيليفر، شو بتحكي هون ام بي، بتحكي هاي دبليو وهو هاي ال، فام بي بدها تساوي سالب دبليو ال تربيع 2 سالب، يعني عكس الاشاره، يعني السالب يعني لا انه بتحط سالب، لا السالب يعني انه عكس الاشاره، فالام بي هي هيك، الام بي هي هيك. فلما تكون الام بي هيك يعني مع عقارب الساعه يعني موجب، فالجواب هو دبليو ال تربيع 2، تمام. هاي في حاله الكانتيليفر، المومنت انا بشوف قديش، يعني ما بحط الاشاره اللي بدها تطلع معي، لا بحط الاشاره حسب اشاره المومنت كيف بصير شكله. اذا مع عقارب الساعه بحطه موجب، عكس عقارب الساعه بحطه سالب. ثاني شيء يعني لو عندي كانتيليفر طلب مومنت عندي النقطة، سواء بالمومنت ديستريبيوشن او بالفورس ميثود او بهاي الطريقة السلوب ديفليكشن، انا بقطع عند الكانتيليفر وبحل بدون ما احل السؤال على الطرق هذيك. طيب كمان شغلة بالسلوب ديفليكشن، عدد المعادلات يساوي عدد المنبر عدد المنبر ضرب 2 عدد الكانتيليفر. يعني لو حكى لي سؤال وجد لي عدد المعادلات لهذا البيم، بس هذا البيم زي هيك، بقول لك عدد المعادلات هي هذا منبر واحد، فمنبر واحد في 2 2، يعني 2 equation. طيب لو كان عندي زي هيك
فبقول لك هذا برضه اثنين، لأنه واحد منبر اثنين منبر، بس هذا كنتيليفر ما بعتبره بالحل، ما بعتبره بالحل. طيب لو طلب مني إشي اسمه عدد المجاهيل، عدد المجاهيل هو نفسه عدد الجوينت عدا الكنتيليفر. كيف يعني؟ يعني قال لي عندي بيم زي هيك، والفيكست. بس بقول لك ليش والفيكست، طبعا انت دارس المادة، بس انا بقول لك ليش، يعني في حال انه نسيت اذكره بفيديو الشرح. بس عدد المجاهيل، عدد المجاهيل هم الثيتا والدلتا، تمام؟ الثيتا والدلتا. بس لما يكون السبورت ويحكي لي ما في عندي ستلمنت، فالدلتا زيرو، يعني مش مجهوله. الثيتا عند الفيكس زيرو، فبالتالي هون لا يعتبر مجهول، فالمجهول هون هو فقط ثيتا بي. ثيتا بي هي المجهوله، فعدد الانون واحد. لو كان هذا بن، لو كان هذا بن او بن، وفي عندي بن بالنص، فبالتالي انا عندي هون ثيتا وعندي هون ثيتا وعندي هون ثيتا، فعندي 3 انون، عندي 3 unknown. لو كان عندي كنتليفر ما بعتبر هون unknown، ولا بعتبر الدلتا مجهولة، ولا بعتبر الدلتا مجهولة، لأنه هذا أنا بحله على جنب بعدين. والديفليكشن بتكون معلومة. كيف الديفليكشن بكون معلوم؟ بكون معلوم من الفيرتشوال ورك. بس طيب، فهي هي الأسئلة اللي احنا إن شاء الله راح نكون نحلها. فهون احنا عندنا stop deflection. طبعا عندنا كثير أسئلة، يعني شوف كم سؤال، بس راح يكون في تكرار كثير. نبلش بأول سؤال. أول سؤال بحكي لي for the beam 1 2، هذا اسمه 1 هذا اسمه 2، أوجد الفيكست إند مومنت 1 2، أوجد الفيكست إند مومنت. أول إشي قبل ما تفكر بالحل اطلع على الخيارات، في موجب، بتقول لي هون في موجب. طيب الموجب هذا عكس عقارب الساعة، فهذا الخيار بستثنيه، هذا الخيار بستثنيه. فدائما أي موجب بتستثنيه. ليش؟ يعني طالب عند 1 2، هاي رقم 1 وهاي رقم 2، يعني بده الفيكس اند مومنت اللي هون، بده الفيكس اند مومنت اللي هون، هذا بيعطيني رياكشن هيك، بيعطيني رياكشن هيك. طيب بالتالي رياكشن هيك، فبالتالي هذا عكس عقارب الساعة، فبالتالي الجواب سالب. فعندي يا سالب 36، يا سالب 42، يا سالب 24، يا سالب 18. كيف بختار؟ بختار كالتالي. هسه هون في عندي 2 لود على مسافات مش بالنص، فبالتالي بدي احسب لكل لود على قانون ال PAB تربيع. تمام، هذا اللود الفيكست اند مومنت له بده يساوي 18 سالب طبعا ضرب، شو القانون؟ انا مش حافظ القوانين. A يعني AB تربيع على L تربيع، يعني ال A المسافة هاي 3، بعدين ال B تربيع اللي هي المسافة 6 تربيع على L تربيع، على L، على L تربيع اللي هي 9 تربيع، 9 تربيع. بعدين سالب 18 برضه نفس الشيء، الـ A هي 6، 6. ليش؟ أنا بحسب الفيكس مومنت هون، فبالتالي هاي كاملة هي A. ففي B تربيع اللي هي 9 اللي هي 3 تربيع يعني على 9 تربيع، هذا كامل كم بيطلع؟ خلينا نحسبه مع بعض. 18 ضرب 3 ضرب 6 تربيع على 9 تربيع، زائد 18 ضرب 6 ضرب 3 تربيع على 9 تربيع، بيطلع الجواب سالب 36. فالجواب هو عبارة عن سالب 36. طب لو طلب مني fixed end moment 2-1، fixed end moment 2-1، أول شيء اللودات لتحت، فبالتالي هذا بده يكون مع عقارب الساعة يعني موجب. الأول 18 ضرب هسا A تربيع اللي هي 6 تربيع ضرب B على L تربيع، طبعا هو راح يطلع نفسه لأن الثلاث هون والست هون متماثلات، راح يطلع راح يطلع الجواب 36. أيوه هون زائد 18 ضرب ال B هون، ال B هون صارت 6، وال A تربيع صارت 3 تربيع على 9 تربيع، نفس اللي قبله، راح يطلع الجواب 36 موجب. بيطلع الجواب 36 لو طلب 2-1. هسه بنشوف معنا الفرق. هذا سؤال كثير بتكرر، لازم يجي كل فصل. هذا السؤال for the given structure shown the frame is supported by fixed at joint B. قال لي هاي fixed، وقال لي hinge at A وroller عند D. بقول لك استعمل stop deflection لتوجد عدد المعادلات. عدد المعادلات قلنا عدد الممبر ضرب 2، يعني هذا ممبر، هذا منبر وهذا منبر، كنتيليفر ما بعدها يعني بعتبرهاش موجوده. فكم عدد المجاهيل، كم عدد المعادلات؟ هم
اثنين اربعة ستة، فستي النوم. عرفتوا ليش انا شرحت اول شيء بالسنوات قبل ما احل؟ ليش عملنا هيك؟ لانه هيك الاسئلة، هاي الاسئلة حرام تاخذ مني اقل من 10 ثواني، عبارة عن تشوف قديش المنبر اللي عندك وتحل. هذا السؤال، اوجد المومنت عند 2 و1، المسافات 3 3 18 18، قبل شوي حليناه طلع الجواب 36. شوفوا كيف النماذج بتيجي، ومتاكد انه كلمه 2 1 يعني 2 ل 1، يعني انتبه الترقيم شو معطيني اياه. هذا السؤال، for the continuous beam in the figure، قال لي fixed roller fixed، قال لي اذا هذا اللود 20 وهذا 1.5، انساكم الثالثه هاي، بقول لك اوجد الفيكست اند مومنت 2 1، هاي 2 وهاي 1، يعني بده الفيكست اند مومنت اللي هون. فانا باخذ هذا لحاله زي ما هو، بكون عندي زي هيك، بحط عليه اللود، بحط عليه اللود 1.5، بحط اللود 20 الكونسنتريتد. طبعا هذا على مسافة 15 و15، هاي 15 هاي 15 هاي مسافة 20. فشو بعمل هسه انا؟ بحكي انه بده الفيكست مومنت 2 1، بده 2 1، فهذا مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة يعني موجب، فبده يساوي W اللي هي 1.5 ضرب L تربيع، ال L كاملة 30 12، زائد بي ال على 8 20 ضرب ال ال 30 على 8، بطلع الجواب عندي 1.5 ضرب 30 تربيع 12 زائد 20 ضرب 30 على 8، بطلع عندي 187.5. 187.5 طبعا ايش؟ بوزيتيف، لانه مع عقارب الساعة. طيب لو طلب مني اللي من هون يكون سالب 187.5. طيب طلب مني 2 3 2 3، بكل بساطة هذا طوله 20 وعليه لود دبليو 3، فبده هذا المومنت 2 3، فبده يكون عندي سالب دبليو التربيع على 12، بده يساوي سالب دبليو اللي هي 3 ضرب التربيع اللي هي 20 تربيع على 12، وبحل. ولو طلب مني هذا بكون البوزيتيف لها، لأنه الشكل متناثر. تمام، هذا سؤال أحد الأسئلة. طيب هذا السؤال نفس السؤال اللي حلينا قبل شوي، بده فيكس ان مومنت 1 2، بطلع الجواب 1 2، بده يطلع معي 36. لاحظوا انه قبل شوي طلع معي 36، بس هون ما طلع، الدكتور غلطان بالنماذج لانه مبين المسافه 3 3 3 وهي 18 وهي 18، قبل شوي حليناها ولا اختلف عن الاولاني. طلعوا مشان تشوفوا انه الدكتور ممكن يخربط، الدكتور ممكن يخربط من النماذج. هسه انا لو مكانكم بحط نم، بس الدكتور راح يقول انه مش موجود الجواب، بحطه سالب 42 لانه هون خربط. بس طبعا في شغله، على فرض انه انا مش دارس استركتور تمام وبدي احل امتحان اونلاين، احنا بنحكي عن امتحانات اونلاين، شو بتعمل انت؟ بدك تحل هذا السؤال امتحان اونلاين، تفوت كالتالي، تفوت على البرنامج، البرنامج موجود شرحه كامل بالستركتور 1، على جروب الستركتور 1، ايوه هاي اسمه ستركتور اناليسيس 1. شو بعمل انا؟ احط طول المنبر، طول المنبر كم؟ 9، فاكتب 9 وعندي fixed وعندي load 18، عندي load 18 طبعا حطهم انت اي مكان، بعدين بلش عدل. انا بدي اياه على مسافة 3 وهذا بدي اياه على مسافة 6 من هون، يعني تمام. فبحط سولف بطلع عندي 36 36 تمام. هون شو طلب مني؟ فيكس اند مومنت، فيكس اند مومنت 1 2، يعني 36. لو طلب مني فيكس اند رياكشن، فيكس اند رياكشن يعني بده هاي مثلا، ففيكس اند رياكشن بدها تكون عندي 18، برضه هاي تكون 18 تمام. هاي طلب فيكس اند رياكشن، بس هو طلب فيكس اند مومنت، ركز لي على مومنت. فلاحظ انه طلع الجواب 36 زي ما حكيت لكم شوي. على فرض اني انا مش شاطر استركتور، فاهمين كيف؟ لأنه أنا في الشاطر استركتر بقدر أحل على البرامج في حالة الأونلاين يعني. طيب هذا السؤال نفس الشيء، بده مومنت 1 2، شوفه مكرر كثير يعني. هذا السؤال، شوف هذا السؤال بيقول لي a beam is given in the figure below. The beam supported fixed joint 1. Use the slope deflection moment. Find the moment 2 1. بده المومنت 2 1، إذا هاي joint 2 وهاي joint 1 فبده المومنت 1، يعني هذا المومنت ديجرامي له زي هيك، فبالتالي بده المومنت اللي هون، المومنت اللي للمنبر هذا،
بده المومنت اللي هون مش اللي هون، بده المومنت اللي هون مش اللي هون. طيب هسه المومنت اللي هون هو نفسه اللي هون صح ولا لا؟ راح تقول لي صح، معناته بده طلع المومنت اللي هون وطلع المومنت اللي هون. طيب هذا كانتليفر، فبالتالي مباشره بقطع باخذ هون 4 وهنا ام 2 3 تمام، وهي طولها 2، فبالتالي ام 2 3 ناقص 4 في 2 تساوي 0 طبعا سالب، فام 2 3 تساوي سالب 8. سالب 8 يعني 8 كيف عكس عقارب الساعة، يعني إذا كانت هيك بتصير هيك، فهيك عكس عقارب الساعة، فالجواب هو سالب 8 أم 2 3 بساوي سالب 8، فبالتالي أم 2 1 بتساوي 8 عكس بعض، لأنه هذا أنا عندي لوبين زي هيك، فإذا هذا المومنت بيعمل لي هيك فأنا هذا المومنت راح يعمل لي هيك، هذا المومنت ماله مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة موجب، فالجواب هو 8 بوزيتيف. ف برضو أسئلة الكانتليفر ما بتأخذ مني أكثر من دقيقة، بس إذا كنت انتبه للإشارات، ركز على الإشارات، مش إذا طلع معي هون موجب يعني خلصوا الجواب موجب، لا انتبه، أنا بدي أم 2 1 مش أم 3 2، أم 3 2 0 مش أم 2 3، بدي أم 2 1، فبطلع أنا أم 2 أم 2 3 وبحكي أم 2 3 هو نفسه أم 2 1 وبشوف شو إشارته بعد ما أحل. وهي الأسئلة تتكرر والله رح تيجي حتى بالكويز رح تيجي. هذا السؤال قبل شوي حليناه أم 2 1 هو موجب 36. هذا السؤال حليناه قبل شوي بس طلب وين؟ طلب مني أم 2 1، فالجواب موجب 187.5، أم 1 2 سالب 187.5 قلنا. هذا السؤال كم عدد المجاهيل؟ عدد المجاهيل هو الرولر والرولر بس، الثيتا اللي هون والثيتا اللي هون، هاي لا تعتبر مجهول، هاي لا تعتبر مجهول، بس الثيتا هون والثيتا هون، لأنه الثيتا عندي الفيكست عبارة عن زيرو تمام. هذا السؤال بده أوجد أم 2 1 نفس الطريقة كنتليفر، بطلع أم 2 3 وبحكي هاي L وبحكي هاي W، فبدي أحله بثلاثة W لأنه نماذج بيجي، فخلنا أسهل لكم الطريقة، فبحكي أم 2 3 بتساوي سالب W في L في L على 2، يعني في W L تربيع على 2، هاي أم 2 3 سالب، سالب مش يعني انه مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة، سالب يعني عكس الاتجاهات، يعني بيطلع عندي زي هيك، يعني بيطلع عندي عكس عقارب الساعة يعني سالب، يعني بضل سالب، فبالتالي ام 2 1 هي عبارة عن w ال تربيع 2، فانا طلب مني ام 2 1 انت مباشرة في w ال تربيع 2، 6 في 16 2، 16 2 8، 8 في 6 لا 6 في 16 2، 6 طب 16 على 2 بيطلع عندي الجواب 48، المومنت مقداره 48. تمام 48 لو كانت هاي ال، بس هو معطيني هاي معطيني المسافه هاي 2، ال هاي ما بتفيدني بالحل ابدا، هاي ال ما بتفيدني خلاص. هاي الدبليو كم معطيني اياها؟ 6، فالجواب هو 6 ضرب 4 2، 6 في 2 تربيع 2، 3 في 4 12، 12 بوزيتيف، الجواب هون بوزيتيف 12 لأنه أنا طالب أم 2 1 بيطلع معي مع عقارب الساعة. تمام هذا السؤال بيقول لي أوجد المومنت أم 1 2 إذا اللود دبليو 6 وإذا ال بتساوي 2. هسا هذا السؤال ما له طريقة محددة، هسا بقدر أحله بطريقتين، بقدر احله كونه احنا اونلاين بنحله على البرنامج وهي الافضل، يا بحله يدوي بالسلوب ديفليكشن. خلينا نحله يدوي على السلوب ديفليكشن. طيب نيجي نحله يدوي، السؤال شو بحكي لي؟ بحكي لي انا اوجد بستعمل سلوب ديفليكشن واحد ديفليكشن ميثود، اوجد ام 1 2 اذا ال بتساوي 2 والدبليو بتساوي 6. طيب خطوات السلوب ديفليكشن كانت ستيب 1، خلينا احنا نكتب خطوات stop deflection. step 1 اوجد الديتيرمنسي، هسه هو الانديتيرمنت فيرست اوردر تمام. ثاني خطوه درو مومنت ديجرام، ارسم المومنت ديجرام، نرسم المومنت ديجرام، هذا منبر واحد فالمومنت ديجرام يبقى زي هيك، فبالتالي المومنت ديجرام هذا فيكست في الفيكست له فاليو وهنا عندي زيرو، فالمومنت ديجرام عندي راح يكون شكله كالتالي،
كونه في عندي فيكست فراح يكون في عندي بوزيتيف ونيجاتيف مومنت. فبالتالي هاي هي ام 1 2 وهاي ام 2 1. طيب بستنتج من الرسمه انه ام 2 1 بتساوي 0. تمام، بضل علي اني اطلع ام 1 2. هسه ستيب 3، ستيب 3 شو بقول لك؟ اوجد الفيكس اند مومنت. يلا الفيكس اند مومنت، خلينا نحلها جنب الفيكس اند مومنت. فيكس اند مومنت هي مباشرة سالب دبليو أربعة، سالب دبليو ال تربيع 12، سالب دبليو ال تربيع 12 صح ولا لا؟ صح. سالب لأنه عكس أقارب الساعة، سالب 6 ضرب 4 12 بيطلع عندي سالب 2. تمام سالب 2. فهسه شو بنحكي؟ بنحكي كالتالي، إشي بسيط جدا، بنحكي ستيب 3 هاي ستيب 4. شو بحكي ستيب 4؟ انه اوجد اكتب معادلات المومنت. ف ام 1 2 بده يساوي، خلينا اكتبها كتابه، ام 1 2 شو بدها تساوي؟ بدها تساوي فيكست اند مومنت 1 2 زائد 4 اي اي ثيتا 1 على ال زائد 2 اي اي ثيتا 2 على ال. طبعا فيش هون ستلمنت فزائد 0. وام 2 1 بتساوي نفس الشيء اف فيكس اند مومنت 2 1 زائد 2 اي اي ثيتا 1 على ال زائد 4 اي اي ثيتا 2 على ال. هاي معادلات الستوب ديفليكشن. طيب هسا ستيب 5 بقول لك ايش؟ اوجد الانام، اكتب شو الانام والنام. فبتحكي لي بكل بساطه ثيتا 1 تساوي 0 لانه فيكست. فهيك انا من المعادلات هاي بشطب كالتالي، بشطب هاي بشطب هاي. بعدين ام 2 1 بتساوي 0، ام 2 1 بتساوي 0 لانه بين ات طرف مش بعرف معناها بالانجليزي. فبالتالي احكي كالتالي انه ثيتا 2 بدها تساوي عندي فيكس اند مومنت هي 2 ضرب ال على 4 بالسالب، يعني انها بتعمل لي كاونتر كلوك وايز 2 ضرب ال ضرب 4، يعني 2 ضرب 2 4 بتساوي 1. بالتالي بعوض هنا 1 فبحكي الجواب عندي سالب 2 زائد 2 في 1 في سالب 1 قصدي على 4 على 2 قصدي، فبيطلع عندي الجواب سالب 3. طلع عندي الجواب سالب 3 هو سالب 3. تمام. خلينا نجرب نحله على البرنامج، او قبل ما نحله على البرنامج اتوقع السؤال موجود بالدوسيه، خلينا نشوفه مع بعض. ستوب ديفليكشن ميثود، هاي المعادلات فيكس المومنت اي جي زائد 4 زائد 3 على ال صح. هيو نفس السؤال، شايفين السؤال بالدوسيه، السؤال بالدوسيه بحكي الفيرست اوردر برسم المومنت ديجرام، بعدين فيكس اد مومنت دبليو ال تربيع 12. هذا غلط. هسه الدوسيه اللي معكم بالورق هي مصححه، موجود الجواب الصح، هي هسه هذا الجواب صح، هذا الجواب صح، بس انه التعويض غلط. عندكم مصححه فعوضت كالتالي نفس الاشي، بعدين طبقت الباوندري كونديشن، الباوندري كونديشن ثيتا 1 0 فهذا نفس الاشي. فبالتالي مجموع المومنت عند 2 بتساوي 0، فهذا القانون زي ما انا كتبت، طلعت الثيتا بالسالب وفعلا طلعت معي بالسالب، بعدين رحت عوضتها بالمعادله الاولى وطلع معي سالب 6 وربع. خلينا نشوف هذا السؤال، يعني انا وصلت لهذا السؤال ببروسيجر معينه انه الثيتا 2 بتساوي سالب دبليو في
لا طلع معي رقم نسيته والله بصراحة. خلص بلا، انتوا ارجعوا للفيديو هون. الآن معطيني اياها 2، خمس حوالي المتر. وال الدبليو 6 هاي لو انا مش شاطر يعني، بس طلب مني اوجد الاسلوب ديفليكشن. طلع عندي 3، 3 عكس اقارب الساعة يعني سالب 3. شفت انه طلع لي نفس الجواب ولا ما طلع لي نفسه؟ طلع لي نفسه. شفتوا كيف لو حليته يدوي ولو حليته هاي. طيب هذا السؤال بقول لك كم عدد الانون؟ الانون بكل بساطة 1 2، لانه ما في عندي settlement. هي يقول لي assume no settlement، بنفس الوقت هاي fixed to fixed، الفيكست ما له، الثيتا له 0، فبالتالي الجواب 2. هذا الجواب جاوبنا قبل شوي، 4 equation هي معادلتين ومعادلتين بس، هاي كانت ليفر ما بحسبها. هذا السؤال عندي كم unknown؟ الunknown هون عندي فقط واحد unknown اللي هو احنا حكينا عدد الجوينت، حكينا عدد الجوينت معادل فيكست والكنتيليفر. فهون كم عدد الجوينت؟ 1 2 3 4، 3 فيكست، فبضل الواحد في الجواب هو 1 unknown اللي هي ثيتا دي. ثيتا دي هي الانون فقط. هذا السؤال قبل شوي حليناه بس هون الدبليو ال والال 2 بتحل على اساس الهاي. بس هون الدبليو 6 اعطتني الجواب سالب 3، فالدبليو 3 بدها تعطيني الجواب سالب 1.5 يعني بالمنطق كونه الطول نفسه يعني نسبه تناسب. هذا السؤال 6 وال اعطوني الجواب سالب 3. طبعا انتبه لو حكى لك ام 2 1 بتحط له 0. هذا السؤال كم unknown عندي؟ عندي no settlement، فبالتالي 1 2 3 4، فالجواب 4 unknown. عدد السبورتات عدد الفيكستور والكنتليفر. هذا السؤال بيقول لي اوجد المومنت 2 1، ام 2 1 يعني هذا نفس ما حلينا قبل شوي، 6 ضرب 2 يعني ضرب 4 على 2 فبتساوي 12. بس 12 هون هاي بتعمل لي هيك يعني عكس اقارب الساعة، فبالتالي هذيك ما اقارب الساعة، فالجواب 12 بوزيتيف. 12 بوزيتيف باقي حله غلط انا. تمام هذا نفس الاشي على طريقة السؤال، يا بحله على البرنامج على السلوب ديفليكشن اليدوي على البروسيجر هذول. هاي السؤال معك، هاي الدوسية اشتريها موجودة بالمكتبة. بس هاي معدلات هذول يعني، انت ما تجي انه هذول مش غلط، فبتطبق هاي البروسيجر وبس يعني. حتى هون ما بتاخذ منك وقت لما شفت، لانه هاي بدك تصفرها وهاي بتطلع معك مباشره يعني، ما بتاخذ منك وقت ان شاء الله. بالنهايه معك وقت طويل بالامتحان. هذا حليناه قبل شوي. وهاي هون محطوطه سالب 4، طالب هو ام 2 1، جواب 4 مش سالب 4. ليش؟ عباره عن 2 في 2 بس، هيك المومنت، فبالتالي المومنت هون هو هيك. هذا السؤال قبل شوي حلينا زيه. هذا السؤال في هون كنت ليفر، فالجواب هو 4 equation بس منبر هذا ومنبر هذا. عرفنا ليش 4 equation يعني، فعليا الامتحان فرط هون 4 equation لانه هي كنت ليفر 4 2 unknown. حليناها هاي موجب 12 كأنه، لا 6 في 4 24 موجب 12 4 unknown. هاي بقول لك final number of unknown يعني اوجد كم unknown بعد ما انت تحل، فبالتالي هم 4. انت لما تحضر فيديو الشرح راح يكون هذا الشيء مفهوم عليك. 3 equation 6 equation قصدي 2 2 2 6. حلينا هذا. شوف طالب مني عم مثلاً حلينا كل السنوات اللي هذا الموضوع انحلت. فأنا مش فاهم لو هذا كم أنان عندي 1 2 بس تو أنان. لو أجاني امتحان زي هذا يعني مش حرام إنه ما نجيب علامة؟ والله حرام. هاي هذا السؤال شو طالب؟ كم إكويشن عندي 1 2 4 معادلات، عدد المنبر في 2، هاي كنت ليفر ما بحتاجها. طب هذا السؤال
a beam given in the figure. The beam is supported by fixed at joint 1 and 3, a roller joint 2, وهنا joint 3 and fixed. We'll use the stop deflection to find the reaction at joint 2. كأنه هذا السؤال برضه موجود في الدوسية. هيو. بس ايش انا هون؟ هون عندي الموزع، هون عندي المركز، هون عندي الموزع، هون عندي المركز، اطبق نفس الخطوات. تمام. قديش اطلع هالدوسية؟ أول ستيب قلنا المومنت ديجرام، نرسم كل منبار لحاله. خلينا نرسم بلان ثاني. ها هذا المنبر الأول وهذا المنبر الثاني، هاي فيكست فبالتالي في عندي فاليو، وهاي بالنص ففي عندي فاليو، هنا في عندي فاليو، وهنا فيكست في عندي فاليو، فبالتالي هنا المومنت ديجرام لينير، وهنا المومنت ديجرام موزع. تمام، نكتب اسماء المومنت. هاي ام 1 2 ام 2 1 ام 2 3 ام 3 2. تمام. ستيب 2 الفيكس اند مومنت، فيكست اند مومنت 1 2 بدها تساوي 2 1 بتساوي في ال على 8، بس ننتبه انه هون نيجاتيف هون بوزيتيف. تمام، وتساوي البي كم انت البي 8 ضرب ال ال، ال ال كامله 4 8 بتساوي 4، يعني هاي 4 هاي سالب 4 وهاي موجب 4. بعدين فيكست اند مومنت 2 3 تساوي سالب دبليو ال تربيع 12 بتساوي سالب 12 ضرب الطول هذاك 4 يعني 16 12 عندي سالب 16 وتساوي fixed end moment 3 2 وتساوي 16. تمام تمام، طلعت fixed end moment 4 و16 راح احفظها معي. ثالث خطوة اكتب معادلات، اكتب معادلات slope deflection. يعني شوفوا الحل كأنا قاعد بشرح لك، بشرح لك كيف حليت. طب لو عورك قديش ياخذ مني هذا الاشي؟ ستيب 3 بقول لك الام 1 2 بتساوي فيكست اند مومنت اللي طلعته قبل شوي زائد 4 اي اي ثيتا 1 على ال زائد 2 اي اي ثيتا 2 على ال، ومباشره مشان تريح حالك ثيتا 1 لانها فيكست فبالتالي هي 0 امسحها. ام 2 1 fixed end moment 2 1 زائد 2 اي اي ثيتا 1 على ال بشيلها من ثيتا 1 0 زائد 4 اي اي ثيتا 2 على ال. بعدين ام 2 3 تساوي fixed end moment 2 3 زائد 4 اي اي ثيتا 2 على ال زائد 2 اي اي ثيتا 3 على ال بتساوي 0 لانه هذا fixed، وبالتالي fixed end moment قصدي ام 3 2 بتساوي fixed end moment 3 2 زائد 0 او لا مش زائد 0 زائد 2 اي اي ثيتا 2 على ال زائد 0. هسه هاي ستيب 3. ستيب 4 اوجد الانون، الانون طلعناه مباشره من ستيب 3 مباشره، شلنا ثيتا 1 بس شلنا ثيتا 1 وثيتا 3. هسه ستيب 5 باوندري كونديشن، باوندري كونديشن او قصدي اكويليبريم اكويليبريم ايكويشن، اكويليبريم ايكويشن كل مجموع المومنت عند الجوينت بيساوي 0، يعني مجموع المومنت عند الجوينت 2 بيساوي 0، يعني ام 2 1 زائد ام 2 3 بتساوي 0. هذا بالشرح بتعرف ليش انا عملت هيك. فبروح بحط بمسك ام 2 1 هيها وبمسك ام 2 3 وهيها وبسويهم ببعض. فيكس اند مومنت معي فيكس اند مومنت معي ال ال معي ال معي بتطلع معي ثيتا 2، بتطلع معي ثيتا 2. هو ايش طالب مني؟ طالب مني ثيتا 2. طيب خلينا نعوضها على السريع. فيكس اند مومنت 2 1 قلنا هاي هي 6 وام 2 3 قلنا سالب 16 6 ولا 4 8 ضرب 4 على 8 4 هاي 4. طيب خلينا نمسح هاي احكيها كلها. ام 2 1
أربعة زائد أربعة إي آي ثيتا 2 على ال هي أربعة سالب 16 زائد 2 زائد 4 برضه لأنه كان بتبلش برقم 2 فالثيتا 2 بيكون معها 4 تساوي 0. يلا حلها، خلينا نحلها مع بعض. 4 زائد x طبعا اي اي اعتبرها مش موجودة بيطلع معي 6 6 بيطلع معي 6 بوزيتيف 6 بوزيتيف 6 اي اي طبعا ولا 6 على اي اي 6 على اي اي 6 على اي اي طيب 6 على اي اي في بخيارات 6 كلوك وايز و6 كانتر كلوك وايز طلع معي بوزيتيف بوزيتيف شو يعني مع عقارب الساعة فالجواب هو 6 كلوك وايز شايفين كيف حليته وانا بشرح لكم اخذ مني جوز 5 دقائق كم اخذ نقول 5 دقائق ولكن لما احله على الورق خليه ياخذ على الورق 5 دقائق ما هو سؤال امتحان امتحان مد اذا كان 50 دقيقه وهذا اول فاينل ساعه وربع وجاني سؤال زي هذا بده ياخذ مني 5 دقائق طبعا شو فارق معي ما هو فهمتي 10 اسئله 10 اسئله زي هذول اللي بنحله دقيقه طب حرام انه ياخذ منك وقت فانتبه احكم وقتك هذا السؤال قال لك اوجد ام 3 2 هاي ام 3 2 يعني بده ايش بده هذا يعني اقطع هيك هاي ام 3 2 بده هذا القيمه هاي 5 وهاي 3 يعني ام 3 2 تساوي سالب 15 اذا اخطيت سالب 15 بنحرك غلط بدك تشوف كيف الاتجاه سالب 15 يعني المومنت هيك هذا المومنت مع عقارب الساعه فالجواب 15 تنتبه على الاشاره هذا السؤال اوجد ام 3 2 نفس الطريقه هذا المومنت يكون عندي هيك 15 فبالتالي هذا المومنت 15 برضه الجواب بوزيتيف 15 هذا حلينا اوجد 1 2 حلينا خلصنا هيك السلوب ديفليكشن انتهت وبتمنى اللي مش جايب الدوسيه هاي موجود بمكتب كرز يجيبها لانه يعني فيها بروبلم كل البروبلم ممكن تحتاجوها واذا حليت بايدك كل الاسئله الموجوده هون مع اسئله السنوات ما راح ياخذ منك السؤال وقت ما راح ياخذ منك السؤال وقت يعطيكم الف عافيه